Rage on that beat, going crazy. زين شباب كل وحشين يا رب. عيني يا عيني يا عيني يا عيني الله شفاكم. الشاحن اكبر من حياتي مع الشاحن. شوية كابلات توصيلات جاية مع الشاشة قاعدة جميلة اللي لازم تركب عليها الشاشة. يا سلام يا سلام. هذا كتاب تعليمات ما راح نقرأه. هاي قطعة بعتقد هاي مركبة في محل. هلا بنشوف وين. ذراع يا ابو ذراع. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. صلوا على النبي يا اخوان صلوا على النبي. كل يصلي على النبي لا كاتمه. هاي الوحشه جوا الكرتونه. الوحشة جوا الكرتونة. يلا رب قول يا رب. كأني يعني كأني بدنا كتيب التعليمات. كأني يعني كأني شو رأيكم؟ قول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لازم نركب بشكل جيد. خلينا نشوف كيف رح نركب. جاهزين يا رب. بسم الله. فك هاي قاعدة يا سلام على اللون. يا سلام على اللون. يا سلام على اللون يا أخوان. يا أخي يا أخي فخم. يا أخي فخم والله فخم يا أخوان. ركب القاعدة مكانها بهذا الشكل. هون عنا برغي نشده. لازم نشده. شوف هيك منيح. هيك يا رب. يا زلمة شو بك تعبتني تعبتني يا ابن الناس. نستخدم براغي احسن. انا هيك بشوف. يا عيني يا عيني. جهزت القاعدة
بهذا الشكل. تمام. الخطوة اللي بعدها يا أخوة لازم نجيب الشاشة. الخطوة اللي بعدها لازم نجيب الشاشة. نقول بسم الله. خلينا نجيب الشاشة. يا رب نركب الشاشة. نجيب القاعدة. نركبها على الشاشة بهذا الشكل. هلا حمل الشاشة من كرتوني هو بهذا الشكل. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الشاشة فخمة 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 يا اخوان. فخمة على كيف كيف. هلا بنشوف كلياتنا سوا لما نركبها على الطاولة. وهيك يا معلم كل الشاشة الجديدة نزلت. هاي كمبيوتر البس على اللعبة عفوا. شاشتنا الجديدة رح نلعب على تقريبا 34 بوصة. هون هاد جزء من الشاشة مشان تعليقاتكم الحلوة. هاي صفحتي على الفيسبوك, صفحتي على اليوتيوب كمبيوتر البس, صفحتي على التيك توك تطوير بالسيت اب اسطوري. اتمنى يعجبكم. شيء خرافي. نور. طبعا يا اخوان هات تطوير بسيط بالسيت اب. يعني الحمد لله وصلنا لنقاط كتير منيحة. مبسوط كتير اني جبت هاي الشاشة. الشاشة كتير حلوة تدعم 240 فريم. حاليا صار عندنا كمبيوتر للعب كمبيوتر للبس. خلينا نشيل اللزقة على الشاشة. الشاشة تمام. شارككم هاللحظة نشيل اللزقة عشان تطلع الدقة بشكل حلو. هيك بتكون رشلناها للشاشة سوا. شاشة على كيف كيفكم حلوة ومرتبة. نلعب ونتسلى نفرح كلياتنا سوا ان شاء الله بالبزنس. الله يسعدكم.